كانك مسؤول مالك؟ أبو ماهر. والله هذه اللي مو كل واحد يعني ينطونه، إلا يعني منصبة كبير حيل ينطونه هذا، إيش قد ما ياخذ أخذ، أكو جماعة يسولفون عليه واحد سعودي ثلاثة أخذ. أولاً اللي الشاب اللي يجي عليهم يخلونه 20 يوم يداوم مستمر يشوفونه زين يدخلونه معسكر، المعسكر 40 يوم أكل قليل تدريب رياضة الصبح يعني تدريب جيش، بعدها يجون يسمونهم شرعية يعني علماء يسمونهم، هذا يومية يعني يومية مخصص ساعتين يقرا براسه يقول له احنا نصير دولة واحنا نروح جنة وهي سوالف يعني. ومنهم سعوديين اخوانيين يعني نوعياتها، هذا يشتغلون 4-5 وصالة يقعدون بيها يدرسون يعني، يستمر وياهم يومية ساعتين لمدة 10 ايام هيك، وبعدين يخلون واحد مرافق وياهم وين يداوم بيا نقطة يا مكان يسمونه شرعي، هم يومية يلتقي بنص ساعة ساعة ينطي حفظ يعني شرع إسلامية ينطيها حفظ. هي عندهم عسكر وعندهم أمنية وقوة خاصة وقوة ضاربة، هاي يسمونها 4 نوعيات. تجاوز بالسوق النساء لازم تخمر يعني يلبسن الاكثام النساء يعني اشخاص اذا تعدى على الناس يحاسبونه، اذا سياره اذا اي شيء يعني امنيه السوق يعني بحيث السوق لازم تحت سيطرتهم. الاشياء اللي محرمه يعني اللي محرمه حتى يجلدونه يعني اللي يسمع اغاني اللي يدخن سجاير شرب حسب ما يقولون يعني الزنا هاي يحاسبون عليه. اصلا ويا اليزيديات والمسيحيات شو سمعت؟ قسما يعني جبر عليها يصير هيك لازم. هي من يبيعها لازم تروح هاي خلاص انتهى كل شيء. يعني اذا قال ما اروح؟ على جلد يسمونه يضربونه يعني. والله جلدتك رهيب وما قدرت. الله اكبر. الله اكبر. من هو العدو الاكبر لداعش؟ يعني عيون داعش من هم الأعداء؟ هم بحاجيهم يعني كل العالم اللي يصير تحت أمرتهم يعني كل العالم عدوهم. حرب روما روما يقولون روما سنصل روما، هم يتصورون يعني تصويرهم يعني يسيطرون على العالم كله حتى يصلون روما ويصلون القدس يعني هاي المناطق كلها يأخذونها يعني.